تابعين صبحيتنا عبر صباح اليوم والجديد، وهلأ رح ننتقل إلى دكتور رائد محسن. مثل كل نهار تنين موضوعنا اليوم عن العلاقة العاطفية مع شخص نرجسي، علاقة صعبة طبعا، رح نعرف تفاصيل أكثر عن هالشخصية مع دكتور رائد. صباح الخير دكتور. صباح الخير لألك الكل عم يشاهدونا. علاقة عاطفية مع شخصية نرجسية، يعني شو يعني شخصية نرجسية؟ أول شيء يعني حدا اللي يعني حب الذات. هلا نحن دائما بنقول تتحب غيرك وتحب حالك، بمعنى انه تحب حالك انه تكون مكتفي بحالك وتكون مقدر حالك، عامل قيمه لحالك تتحب غيرك. بس نحن ما عم نحكي عن هالشيء، نحن عم نحكي عن فائض من حب الذات. يعني هو اولويه، العالم كله بدور حواليه، الكل بخدمته، اذا كنت بعلاقه عاطفيه معه او معه. نعم. إذا كنت بعلاقة عاطفية معه معناتها أنت لتسددي له خدمات. ممكن طريقته يعني بداية الانجذاب له، لأنه عنده هالتشارم، هالسحر هذا، بيخلي قدراته التواصلية ولسانه الطليق يجذب. يعني هو شخصية قوية، يعني النرجسي هو شخصية قوية، كاريزما قوية، شخصية قوية، لذلك يستطيع أن يستقطب. لكن بنفس الوقت بعد ما يحصل على الشريكة، وهون الشريكة بين هلالين، ساعتها بيصير يستنزفها. يعني اللي هي بعلاقة مع شخص نرجسي، نعم، بتحس حالها مستنزفة عاطفيا ونفسيا مع الوقت. ليه؟ لأنه كل متطلباته خليها شمرة تقول لا على شيء هو اقترحه أو طلبه، بس لحتى تشوف ردة فعله كيف. فطبعا ما بدنا هلأ من حدا عم يشاهدنا ويسمعنا يسمع نقطة واحدة من اللي عم بقولهم ويقول فإذا أنا مع شخصية نرجسية. لا، نحن عم نقول بده يكون في عدد من اللي عم نحكي عنه. يعني حدا فينا نسميهم دكتور؟ شو هن القصص لحتى اللي عم يسمعونا يقدروا يميزوا إذا الشخصية اللي معهم هي نرجسية أو لا؟ يعني اللي ذكرتهم هلا، نعم، زيد عليهم مثلا لا يبالي، يعني يبالي عن حاجاته، his needs، لا يبالي بحاجات الضحيه يعني الفيكتوم، ايه 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 الشخصيه اللي بوجهه، يعني ايه اللي معه، صحيح. ما بيهمه تكون هي مكتفيه او سعيده بالعلاقه او غير سعيده بالعلاقه، هذا اخر همه. نو كوميتمنت، ما في التزام. لكن مثل ما قلت انه في كتار من الناس، وانا هيك حكينا مره، نعم، انه في ناس عندهم صعوبه بالالتزام بعلاقه عاطفيه او زواجيه، هي بتكون لوحدها. بس نحن عم نحكي ان كومبينيشن وذ، بالشراكه مع اللي عم نحكيهم. بس التزام إيه، بس ليه دكتور بس ليه شخصيه نرجسيه ما عندها التزام؟ ايوه، ليه ما عندها سوري ليه ما عندها إيه، ليه ما في كوميتمنت، ليه ما في التزام؟ لانه دائما يتوق الافضل، انه انا معك وانت هلا معي، معناتها كانه وكانه يقول انا حاجزك لالي، لبينما التقيت بحدا افضل. يعني هو بحبه لنفسه بشوف انه في لاقي بعد احسن واحسن، صح؟ ايه، من هالمنطلق. No one is good enough for me، ما حدا منيح بشكل كافي لإلي، انا طيب. افضل دكتور، بنتقل لحدا برايه افضل، ايه؟ كمان يتوق للافضل، نعم. طب فيني اسالك سؤال؟ يعني اذا ما في التزام واذا هو بفكر بهالطريقه، هيدا بيعني انه ما بحب مزبوط؟ يعني ما بحب مزبوط؟ هلا هو هيك بحب، لذلك هون بنقول انه هكذا يعرف الحب. نعم. برايه لا، انا عم بحبك وانت غلطانه، وبيعطينا امثله عديده من الحب، وبكون اغلبها ماديه، بمعنى انه لما جبت لك هيك، لما عملت هيك، لانه هو ما ممكن يتنازل عن شيء لا. نعم. فاذا هون عم نقول للي مع حدا نرجسي، بنقول هيك هي شخصيتها نرجسيه، هيك بتعرف تحبك، حتى نبدل الذكر بالأنثى، مش دائما النرجسي ذكر. إيه، وكما هي الآن ستكون في المستقبل، تحب تضلك معاه هيدا خيارة. بقى اللي بيقول إنه أنا بعد، طبعا واحد ما بيكتشف في الأول أسبوعين الشخصية النرجسية، بده يراقب الأمور، بده يراقب كيف الكل بخدمته بما فيها بالمطعم، يعني بالمطعم كيف يتصرف سلوكه بالمطعم، كيف الكل مفروض يكونوا بخدمته بطريقة فوقية. كمان هذا جزء من الشخصية النرجسية،
طب دكتور، كنت عم بقرا شغله عن الشخصيه النرجسيه، انه تتعاطى مع الناس المحيطين فيك كادوات، ادوات لراحته، ادوات ل صحيح. بس انا كثير عبالي غوص بالمشاعر هون، يعني انه لا مزبوط هيك مثل عم تقولي، انه الكل بخدمتي، يعني مش بس انه صديقته شريكته او يعني هو هيك بحب. فينا نقول انه طب ما نظلمه انه هو ما بحب، او هو هيك بيعرف يحب، بس هذا مش حب. الحب انه يعني ما بعرف، تضحيه، الحب عطاء، الحب تبادل. صحيح مزبوط، لاغلبيتنا هيك، هو بنظره هيك عم بحب، ومش بس هيك بحب، يعني حتى اذا كان عم بيعرف صديقته أو شريكته على أصدقائه، نعم، هو من باب التباهي فيها وبجمالها، مع هو مع مين، حتى مش لأنه ليكو أنا مين بحب، أوكي، حتى هيدي فيها شيء لإله، يعني كل شيء لخدمته، حتى هيدي لإله، يعني إنه ليكو أنا مع مين، يعني حتى يقول أوف ويك هو مع مين كان في معه، نعم، حتى هيدي لإله. وبنفس الوقت بيحكي عن حاله كتير، وين ما قاعد بيحكي عن حاله، فإذا هو مش بس بالعلاقة هيك، هو حتى بمكان العمل هيك، يعني معروف اجتماعيا انه لما يكون موجود في كتار ناس منزعجوا من وجوده، لأنه هلا ما بوقف حكي عن حاله. نعم. طب دكتور، كيف بتصير الشخصية النرجسية؟ كيف نحن ممكن نربي ولد يصير نرجسي؟ لا، نربي ولد يصير نرجسي، هلا فينا نقول انه الأهل ربما بيسهموا بهالشيء هيدا، نعم، واسهامهم ياتي من باب اللي ما بيخطئوا اولادهم بشيء، يعني احنا مره حكينا عن اللوم الدائم للاطفال، نعم، بس ما حكينا عن الاطراء الدائم خارج عن الحدود ولا لزوم له للاطفال او للمراهقين، معناتها ابني او بنتي دائما على صواب، اذا حدا خلافه من رايي بالمدرسه بنقول لا انت معك حق، حتى اذا عرفنا المدرب المعلمه او المعلم بالمدرسه صار شيء بنروح شارعهم انه كيف بتبخعوه قدام رفقاته بالصف، فاذا ابني لا يخطئ. هون عم نبلش نكبر له الانا براسه، واذا عنده استعداد تكون شخصيته نرجسيه وبكون اخذها يمكن من الانا تبع بيه، فاذا ممكن كثير انه هون عم نطور ونسهم كاهل ببناء هذه الشخصيه، بدل ما الاهل ينتبهوا انه اذا ما اخذ اللي بده اياه، ما عم نحكي عن ولد صغير عمره سنتين ونص بيبكي اذا ما اخذ اللي بده اياه، عم نحكي بفتره نموه وتطوره 12 13 14 15 سنه، ما كل نزل عند رغبته او اخذ اللي بده اياه، معناتها هو بيقاطعه حياتيا ومنه مضطر انه يتراجع، لانه عنده مانيبيوليشن، عنده طريقه للخدعه والالتفاف والحصول على ما يريد، وهكذا مع شريكته في المستقبل سيكون او مع شريكه. طب هيدي الشخصيه انه ينعاش معه او انك قديه صعبه، يعني صح دكتور؟ يعني في حياه شقه. لا، حياه شقه مش من هيك عم بقول، اذا حدا لم يقدم على الزواج بعد من هيك شخصيه واز ديتينج يتواعد مع حدا، بده يقرر هلا انه ما يعول على انه سيتغير فيما بعد. ما بيتغير؟ ما بيتغير؟ بيتغير؟ بلا بيتغير، هلا بقول لك كيف. ايه. كيف معقول يتغير؟ لا بل يراها امتداد لشخصيته ولذاته، يعني هي منا كائن مستقل، لكن حتى البارتنر الشريكه هي امتداد له، وسلوكها بده يكون موافق عليه هو، ان كان اجتماعيا او حتى مع اهلها كيف تجاوبيهم هيك، او كان لازم تجاوبيهم هيك، فاذا وكل ما يتعاطى معهم هيك، كيف اذا كان هو صاحب العمل؟ فيك تخيل الموظفين كيف معقول يكونوا كارثة عم يتواصلوا معه. هلا بتقولي لي كيف نحن نتكيف معه؟ يعني هون بدي اقولهم بحذر، كانه انا هلا عم بعطي تبس، عم بعطي نصائح كيف الواحد يتكيف مع هيك شخصيه، ويكفي كانك مجبوره تكفي حياتك معه، خاصه اذا ما كان في زواج. بنقول انه بدك تعرفي الاشياء اللي هو معقول يحبها ويطلبها وتعمليها قبل ما هو يطلبه، خاصة إذا كان طالب قبل بوقت هيك شيء، بقول ولو ما محلك تعرف إنه أنا بحب المسألة الفنية هيك هيك. طيب بوجود أصدقاء كلنا بناخد أوقات هيك في محاذير، إنه نتواجد مع بعض الأصدقاء اللي ما بحبهم خطيبتي أو صديقتي أو زوجتي، هو بالنسبة له بكون هيدي غلطة كبيرة، انه عارفه انا ما بحب اتواجد معه، رحنا عايد السهرة وانت عارفه انهم رح يكونوا موجودين لما بتقولي لي،
اوكي. فاذا بدك تعرفي تنبهي قبل بوقت انه انتبه مطرح ما احنا رايحين رح بيكون في فلان وفلان. طيب هلا انا بعبولهم وعبول عبولهم بحذر، لانه هودي يجب ان واحد يعمل فيهم ان تعمل بهذه النصائح اذا هو قبل انه يروح على المعالج النفسي. بده علاج نفسي الشخصي. اكيد ما في مجال، بده عليه ان يقر عليه ان يعترف بالبدايه طبعا كالمدمن على الكحول الذي ليس باستطاعته ان يتوقف عن شرب الخمر الا بمساعده اختصاصيين. نعم. هون انا حب الذات تبعي خلص اجتاحني بشكل مثل ما كنت عم بحكي فيه واكثر، فاذا بده حدا يرشده لوين يضل هو ضمن المعقول بعلاقاته مع الاخرين. فاذا هودي النصائح اللي اعطيتهم هي حتى تطول بالك عليه بما انه هو راح معالج نفسي، اما النصائح اللي اعطيتهم في اكثر منها من الاستيعاب انت بدك تقضي حياتك تستوعبي عم بدي يعني بده واحد يقضي حياته عم بيداري هيدي الشخصيه ويستوعبها. ما عم نحكي نحن انه حدا هلا يكون عم بسمعنا يقول انا زوجتي مطلبه او زوجي مطلب بيندرج تحت النرجسيه هيز نارسيسست، لا مش مزبوط هيك. في واحد بيكون مطلب بمجال معين بس انا عم بحكي بهودي كلهم الغائي، يعني الغائي للاخرين ولا شريكته بشكل انه هي بتحس حالها انه انا ممحيه يعني بده يجي صح، لانه الشخص النرجسي الدكتور بيعتبر حاله بيفهم اكثر من الكل، بيعتبر حاله بيفهم بكل شيء اكثر من الكل. يعني اذا وصلت لمطرح وقالت طب انا وين، معناتها انه هيدي مفروض تعرف انه هي اشاره لك انه صار لك انت وياه اشهر او سنه او سنتين وعم بتقولي انا وين بالعلاقه يعني. نعم. بعدين هو ما بلعمه حدا ما بضحي، لذلك يبحث عن شريكه من سماتها التضحيه وما اكثرهن وما اكثرهم. في ناس كتير بحبوا بتقولي ليه انت معه، بتقول ان حسيته بحاجه للمساعده، وبعدين بتلاقي انه هو قدر هالمساعده من وقفت بجنبه بتعرف عليها كمارق بمرحله صعبه ويبادلها المثل وعيشوا سوا وعاد كتير منيح. بس هون لا، هو هون يبحث عن ضحيه، يبحث عن طريده تتكون من سماتها التضحيه وافناء نفسها للاخرين. كمان اذا انت من صفاتك بتعرفي حالك انت بتضحي وبتقدمي وبدك شيء مقابل، معناتها انت مرشحه ان تكوني هدف لحدا عنده شخصيه. يعني دكتور مش كل صبيه او كل امراه ممكن تتكيف مع هيك شخصيه، انا مثلا ما بتحمل هيك شخص، شو هيك يعني بدك تنمحها قدامه. طب دكتور بس سالتك قبل شوي ما بحب، لانه انا بعرف شخصيه نرجسيه كتير بتحسهم بمحل ما كمان قاسين او محبتهم مش صادقه، في او قادرين يكونوا قاسين بلحظات انه يخلوك انت تسال نفسك انه هول اكيد ما بيعرفوا يحبوا. في بعض الباحثين والباحثات بيقولوا يعني كيف احنا هلا عم نحكي، لكن الطون تبعهم النبره اللي بيحكوا فيها اكثر بتكون طري على النرجسي، بمعنى ليه؟ لانه بده مساعده. فاذا نعم. هو هيك بيعرف يحب مثل ما قلت لك، وانت حره تكوني يعني بدي اقول لك شغله صغيره بس هيك مثلا شوي بعيد عن النرجسيه. حدا بتقول انه انا خاطبه شخص وبشوفني فتره الخطوبه بالاسبوع مره وبحبني كثير وما عندي شك انه بحبني كثير، ولما قال لي انا مع فلان وفلان بكون عن جد تحرت وعرفت انه هو مع فلان وفلان، انا بالشغل بكون بالشغل. فاذا ما عنده علاقات ثانيه وعنده وقت كثير يشوفها لكن بيشوفها باسبوع مره، نعم معناها هيك بيعرف يحب، ولما يتزوج بكره هيك رح يكون وقته بالبيت، ما رح يكون وقته مع العائله، هيك بيعرف يحب بقى. أوكي. اذا وهي متاكده من هالشيء، لذلك بلامك او ما بلامك تكوني مع حدا هيك. هون نفس الشيء مع النرجس، انه هو منه ريلايبل، ما فيك تتكل عليه بشيء، بالاضافه لكل الاشياء اللي قلناها قبل. الخدعه هي احد اسئله، بدك تكوني مع حدا هيك يحق له بكل شيء ولا يحق لك بشيء، بدك تكوني مع حدا هيك. طيب وبعد فيه اكثر، هو دائما على حق، هيدي اكيد هو دائما على حق. فاذا طيب ومش بس هيك، بدك توافق ان انت على خطا وبدك توعديني انه
هالخطأ لا يتكرر. يا لطيف. وربما قد يكتب لك هون حسس صار الدرجات، مثل ما أي واحد عنده أي مرض نفسي بيكون درجات، في اكتئاب عادي، في اكتئاب بده دواء، في اكتئاب بده دواء متابعة، في اكتئاب جيناتيك بجيني، مثل ما كل شيء مرحلة أو سوري ب ب ب ستيجز بدرجات مستويات. نفس الشيء بقى بده يعمل لك ليست قائمه بالاشياء الغلط اللي عملتيها، وان توقعي مثل عقد الا تفعلي ذلك مجددا، مثل كانك بالمدرسه يعني بالصف اكثر مدرسه يعني، حتى المدرسه بيعملوها لصالحك بالمدرسه، لصالح الطالب انه اعمل كذا قانوني لصالحه هو. فاذا هون بهيدي الواحد ما في يقول لا لا هو بعده مستويه هون، طب مستويه هون مثل الغيره مستويه هون ما بنعرف ايه بيصير هون. فإذا الزواج من هيك شخصية ذكرا كانت أم أنثى، هو الواحد بيأخذ بعين الاعتبار أنه قد لا تتغير هذه الشريكة بشخصيتها النرجسية. ماذا أنا استطعت أن أفعل كزوج لفترة 40 أو 50 سنة قادمة مقبلة؟ نعم، يعني هذه الشخصية النرجسية دكتور ما بتتغير إلا إذا اعترف الشخص وتعالج، صحيح؟ صحيح. نعم. إلا إذا قدر يأخذ ملاحظات من شريكته وما كان ينتبه على حاله، وصار شوي شوي بتلاقي هي في تحسن وعم تعطيه اطراء حيث يلزم، ويرجع يقول لها مزبوط هذه كمان عم تزعجك ويغيرها، بس شخصيه نرجسيه ما بتعمل هيك، بس عنه فرضا بده يعمل معالجة نفسية مثل المعنف اللي بيضرب، انه هل بساعته ان يتوقف عن الضرب والتعنيف دون مساعده؟ ايه في لكن عددهم قليل وقليل جدا. نعم. والباقي بده يروح عن معالج إذا قبله، والباقي بيبقوا كل حياته معنفين. وهون نفس الشيء بالشخصية النرجسية، إنه حدا عم بيقول لك أنت هيك تمنك شايف حالك ما انتبه على حالك، فإذا انتبه واسمع له، لكن حتى تسمع له إنه أنت شو بفهمك، يعني منه مضطر يسمع له ما بتفهم. نعم يعني ما بعرف إذا ممكن نقول شيء دكتور بالأخير، اختصرنا الموضوع طبعا، ولكن يا الابتعاد عن الشخصية النرجسية يا أما معالجتها، يعني وإلا نحن ماشيين طريق جلجلة. صحيح. نعم. وهيدي بعد ما حكينا عن ميجالومانيا، ما حكينا عن جنون العظمة، حدا عنده جنون العظمة اللي هي في خط رفيع بينه وبين هذيك شخصية تانية صار. نحكي عنها بلكي منكمله هذا الموضوع، كتير مهم. شمرة. دكتور رائد بتشكرك. شكرا. إن شاء الله أسبوعك بيكون حلو.